السلام عليكم، مدعي لبويز، ممرضة متعددة التخصصات في المستشفى الإقليمي طاطا. جينا اليوم نصلي صلاة الجنازة على الشهيدة نعيمة ألحيان اللي جرفتها السيول أول البارحة. عشان نقول لكم مشاعر كل شيء دابا مخلطة. ما كانت الشهيدة كتخدم في المركز الصحي أقا، تخصص الصحة أسرية والصحة جماعية. الكل يشهد لها بالمهنية والخلق ومن عائلة طيبة، عائلة من طاطا، عائلة طيبة، عائلة تحتهم الله يعمرها دار، كل شيء كيشهد لهم بالخلق وحسن الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الحسن أشباخ، ممرض مزاول بإقليم طاطا. اليوم كنتواجدوا في جنازة الشهيدة الممرضة نعيمة ألحيان، شهيدة الواجب المهني اللي تغمدها الله في حادثة انجراف الحافلة بسبب الفيضانات اللي شهدتها إقليم طاطا مؤخرا. كنقدموا التعازي ديالنا لأسرة الشهيدة نعيمة ألحيان ولكافة الزملاء ديالها في المهنة بإقليم طاطا وبالمغرب ككل. يعني الشهيدة نعيمة ألحيان اللي كانت تؤدي مهامها بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بأقا، واللي التحقت ليه مؤخرا يعني حديثة التعيين، وهي خريجة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بتيزنيت سنة 2023. يعني كما كنجددوا التعازي ديالنا لكافة الزملاء ديالها والعائلة ديالها الصغيرة والكبيرة. والشهيدة كما قلت هي يعني مثال بالتفاني ديالها في العمل، واللي كيشهدوا لها الزملاء ديالها والأصدقاء ديالها، يعني كانت تؤدي مهامها بكل تفاني ومهنية. الاسم الكريم محمد أمزي، يعني ممرض مزاول بإقليم طاطا، يعني وبالأحرى زميل المرحومة ولا الشهيدة نعيمة ألحيان. يعني كما قلت السيدة كانت تزاول مهامها يعني بتفان وبإخلاص يعني بأمانة كبيرة، لأنه الدليل هذا الشيء أنه هذا يعني هذا الجنازة ديالها يعني حشود غفيرة، يعني الناس جت من كل حدب وصوب باش تحضر الجنازة ديالها وتحضر يعني وتأدي واجب العزاء، وكما جاوا الناس كاملين مجموعة من الممرضين تنقلوا اليوم باش يحضروا الجنازة ديال المغفور لها بإذن الله، يعني والشهيدة الواجب المهني، لأنه فعلا السيدة في الوقت اللي كانت في الحافلة يعني إسلات واجب الاستغاثة، يعني من واجبها كممرضة ذات يعني الواجب ديالها تما ذات يعني الواجب ديالها بهالطريقة هذه. صفطات نداء يعني نداء الاستغاثة وطلبات الناس يعتقوها سواء على مستوى الواتساب ولا سواء على مستوى الفيديو اللي تنشر واللي شافوا كل شيء، يعني حس المسؤولية وحس الأمانة والقسم اللي إداته جسدته في أوان الكارثة وأوان الأزمة ديال هذه الحافلة هذه. ونتمناه من الله سبحانه وتعالى أنه يغفر لها ويرحمها ويجعل يعني مأواها جنة الفردوس، وكذلك ندعو لكافة الضحايا وكافة يعني الشهداء ديال هاد الكارثة هذه، أنهم الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويرحمهم ويصبر الأهل ديالهم يعني ويلهمهم يعني الصبر والسلوان. وهذا نداء من يعني من ممرض زميل هذا الممرضة هذه لوزارة الصحة، أنه تشوف في اتجاه الممرضة هذه لأنها ممرضة الله استهلت، يعني لا زالت في بداية مشوارها المهني، يعني تقدم لهم يعني تقدم العائلة ديالها الواجب، وتشوف تجاه العائلة ديال هذه الممرضة هذه، لأنه فعلا عائلة غتحتاج دعم وغتحتاج جميع أنواع الدعم. وهذا نداء لوزير الصحة لأن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية بالقطاع الصحي أنها تشوف تجاه هذه العائلة هذه وتشوف تجاه الأقارب ديال هذه الممرضة هذه باش تعوضهم، ويعني وتشوف وتدعمهم بجميع الطرق وتدعمهم يعني بكافة السبل. وكذلك
كافه ضحايا هذه الكارثه هذه، ونسال الله عز وجل يعني انه يخفف علينا القدر ديالو ويخفف علينا المكتوب ديالو، ونستغل هذه الفرصه باش نترحموا على كافه شهداء مهنه التمريض، لانه بحال هذا الشهر هذا في العام الفايت فقدنا واحد الممرضه عاوتاني في زلزال الحوز اللي كانت يعني سقط عليها المبنى فين كانت ديك الساعات، رحم الله كافه شهداء مهنه التمريض، يعني مجموعه مش يعني مجموعه من الشهداء عندنا فعلا عندنا رضوان العلو رحمه الله توفات في حادثه سياره اسعاف، عندنا يعني اجيدور، عندنا اوبلوش، عندنا يعني مجموعه من من من, من الشهداء ديال هذه المهنه هذه اللي كنتمناو واللي كندعيو الله سبحانه وتعالى انهم يغفر لهم، ونتمناو ان هذا يعني القصه اللي يعني التعامل اللي تعاملت مع الوزاره مع الشهداء السابقين ما يتكررش مع هذه الشهيده شهيده الواجب المهني نعيمه الحيان، وتعطى لها حقها، ونشوفوا جهه الاهل ديالها، وهذا نداء لوزاره الصحه وكذلك مؤسسه الحسن الثاني للاعمال الاجتماعيه، وشكرا. براتك الله يرحمه دي براسك براتك الله يرحمه دي 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 براتك الله يرحم